اي مباراه حتى لو وديه مع النادي الاهلي، وخاصه في الايام دي ان احنا الحمد لله وصلنا فاينل افريقيا، بتبقى بمثابه تحضير ذهني وتركيز للوصول الى العلامه الكامله، اذا كان في الدوري او في بطوله افريقيا التاسعه باذن الله. جهاز فني جديد على النادي الاهلي بيستغل جميع المقابلات او جميع المباريات اللي هي بتبقى متاحه ليه للاستكشاف الاكثر، للتعرف الاكثر، لا بيشوف اذا كان يقدر يعمل تاكتكس معين، يقدر يجرب بعض اللاعبين اللي هم خارجين من اصابات بعيد عن الملعب، يقدر يجهز الكتيبه بتاعته في المباريات اللي هي مثل طلائع الجيش النهارده اللي هي خلاص الحمد لله طلائع الجيش قاعد، والاهلي خد الدوري بفارق كبير قوي، وزي ما انت قلت بنعمل ارقام جديده، بنعمل احداثيات كبيره في نستفيد منها، وبنستفيد كل سنه بنشوف اللي احنا عملناه قبل كده ايه وايه اللي حصل في السنه اللي قبلها. السنه اللي بتخش علينا الجديده باذن الله برغم ظروفها، برغم الكوفيد، برغم كل حاجه، بيبقى لنا شكل وبنتعلم في كل مباراه يا ايمن ايه اللي بيحصل في على ارض الواقع. ارض الواقع النهارده بدون ان انا اتكلم في التشكيله او اي حاجه، بس انا شايف ان هو بيدي لعيبه كانت بره ولعيبه يمكن يحتاجها في الفاينل كمان، ما تعرفش الظروف شكلها ايه، بدون يعني التركيز على الاسماء، كهربا ووليد سليمان وأليو باتجي ومحمود وحيد مثلا، يعني دول اسماء النهارده يمكن نلاقيهم باذن الله في الفرقه ان شاء الله باذن الله. عايزين نشوف الحاله بتاعتهم، الاستشفاء بتاعهم شكله ايه، تطبيق ذهن المدير الفني اللي بيبقى موجود الجديد موسيماني مع اللمسه ولعبه اللي احنا بنشوف في التمرين. الحقيقه بيعمل عمليه ضغط في تمريناته، بيعمل لمسه ولعبه، بيعمل كره طويله في الانتايم المظبوط، عايز كم من السرعات تبقى موجوده. فكل ده من مباراه طلائع الجيش النهارده بنحاول نخرج بيه، بنحاول نطلع بحاجات اللي بيقولوا عليها ايه الايجابيات، بنشوف الدنيا هتمشي ازاي باذن الله بالنسبه للفريق النهارده. ناهينا عن النتيجه، النتيجه بتيجي على اساس الشكل، الاداء، التركيز بتاع اللاعبين، بتبقى في نتيجه الحمد لله. صحيح. لما كل واحد بيبقى في المعطيات بتاعته في الملعب بيقدر يدي لعبه ويدي فنيات ويدي فرديات ويدي كل حاجه، الحاجات دي بتحصل له بينه علاقه بينه وبين مدير فني الجديد، مطلوبه من اللاعب ومطلوبه من مدير فني كمان ان هو يدي الثقه للعيبه دي اللي هو نجح فيها اصلا، انه اول ما جه عمل ثقه كبيره قوي بينه وبين اللاعبين. فانا جود لك باذن الله للمدير الفني واللاعبين كلهم، ونخرج من المباراه باذن الله من غير اصابات من غير اي حاجه يا رب باذن الله.